اليوم انتخبت أول عمدة امرأة، هذا بالنسبة لي هو تكليف أكثر ما هو تشريف، هي مسؤولية، وأفتخر كوني أنني أول عمدة امرأة لمدينة الأنوار، المدينة العاصمة الإدارية، عاصمة جلالة الملك، عاصمة السفارات، هذا العاصمة اللي فيها السفارات، اللي فيها الوزارات، اللي فيها القطاعات الإدارية، وهذا شيء يشرفني. اليوم على العاتق ديالي مهمة اللي هي جد 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 ماشي ثقيلة، ولكن تتخليك تنوض وتنوض تشتغل بكل جدية. اليوم تم الانتخاب ديالي داخل الجلسة، تم ايضا انتخاب اعضاء المكتب. المكتب هو مكتب مخضرم يتكون من تحالف رباعي اللي تم اننا شرنا له في الصحافه وفي المنابر الاعلاميه، واللي تيضم ربعه ديال الاحزاب، اللي تيضم حزب التجمع الوطني الاحرار، حزب الاصاله والمعاصره، حزب الاستقلال، وكذلك حزب الحركه الشعبيه. حنا الهدف ديالنا الاول والاخير كان لابد اننا التحالف اللي الثلاثي اللي دار على مستوى وطني اننا نجسدوه على مستوى الجماعات الترابيه. ارتأينا ادخال معنا الحركه الشعبيه، لان مجموعه الاخوان يشتغلون داخل دوائرهم ونيتهم صافيه في 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 المشاركه من اجل تنميه مدينه الرباط، دونك صمموا انهم يدخلوا معنا، وكان لنا الشرف انهم يدخلوا معنا. اليوم التمثيليه ديال المكتب ممثله من اربعه احزاب. ايضا عندنا التمثيليه النسائيه اللي هي جد مهمه داخل المكتب. ايضا عندنا اللي هو وهذا يحصل لنا الشرف اننا من خلال ست مدن كبرى، وانتم تتعرفوا تم الانتخاب الاخت المنصوري فاطمه الزهراء على مدينه مراكش، ايضا تم انتخاب الاخت نبيله الرميلي عن مدينه الدار البيضاء، واليوم يتم انتخابي على مدينه الرباط. اذا من مجموع سته هناك ثلاث مدن كبرى، هذا اكبر دليل على اننا في الطريق الصحيح، على اننا استطعنا ان نحقق التحديات، على اننا استطعنا ان نجسد الاراده الملكيه التي لطالما نادى بها في جميع الخطب ديالو من اجل تجديد النخب، ومن اجل المناصفه، ومن اجل اقحام المراه داخل الحقل السياسي. شنو هي التحديات اللي كتنتظر خاصه انه كاين تراكم ديال الملفات؟ هذا صحيح، هذا صحيح. عانت الجماعه الترابيه ديال مدينه الرباط، وانا من ساكنه مدينه الرباط، وكنت في اتصال دائم مع سكان منطقتي ومن هذه المنابر الاعلاميه، احييهم جميعا واشكرهم على الثقه اللي وضعوا فيا. كانت المعاناه ديال السكينه، وهذه المعاناه ظهرت جليا في الوقت ديال الكورونا. في ذاك الوقت للاسف الجماعات الترابيه ما قامتش الدور ديالها، كان من المفروض تكون هي الدعامه الاساسيه للساكنه، شيء اللي ما تحققش، واللي خلانا اننا نفكروا ننزلوا حنا للترشيحات المحليه. ما حاولش نفكر نرجع للبرلمان، لان في الوقيته ديال الجائحه تبين لي بان الساكنه ديالي، منطقتي، ولاد منطقتي تضرروا كثير. وعلى اطار في هذا الاطار كنا حنا على مستوى الجمعيات ديالنا، جمعيات المجتمع المدني، هبطنا للساكنه. في هذه المرحله للاسف الجماعات الترابيه ما كانتش حاضره، من المفروض كانت السلطه حاضره، والجماعات والجمعيات المدنيه هما اللي دعموا الساكنه في ذاك المرحله اللي يجد صعبه. بالاضافه الى هذا حتى سوء تسيير على مستوى الجماعات، سوء تسيير على مستوى الجماعات حتى بالنسبه لرخص الدفن، رخص الازدياد، ما كانش عندهم كيفاش انهم ياخذوهم، لان الجماعه جات وسدت هي سدت البيبان ديالها ومشات. هذا شيء لا يعقل ولا نقبله ايضا، والمفروض على المنتخبون يكونوا في الواجهه من اجل تلبيه طلبات الساكنه. وهنا باش نعاود نرجع ونقول، راه خاص ضروري يكون عندنا شويه الوطنيه، خاصنا يكون عندنا شويه ديال حب للساكنه باش نقدروا نمشيو للامام. اليوم عندنا ميزانيه مدينه الرباط هي تتعرف واحد العجز كبير جدا، ما تتعداش 90 مليار ديال السنتيم الميزانيه. هذه الميزانيه هي يلا تتغطي الاجور والنفقات الاجتماعيه، دونك اليوم خاصنا نلقاو الحلول باش ندخو ديزونفلوب غلافات ماليه داخل ميزانيه المدينه. وهذه المساله هذه غناقشوها داخل المكتب، وغنشوفوا شتى الطرق، عبر مثلا انعاش القطاع الخاص العام، عبر خلق شركات التنميه المحليه، عبر الانعاش، عبر جلب المستثمرين لخلق ايضا فرص الشغل. اليوم الحظ اللي عندنا
اللي عندنا واللي كانت فيه واحد لا ساجيس، كانت فيه واحد الحكامه، ان هذا التالف اللي هو الدار على مستوى وطني غنجسد على مستوى الجماعات المحليه، كان الهدف الوحيد ديالو ان المنتخبون المحليين اللي على مستوى الجماعات الترابيه يكونوا هما اليد المنفذه للمشاريع الحكوميه، واللي هي تتخص الصحه، التعليم، التشغيل، والحمايه الاجتماعيه.